اللي يتأمل في فوائد الطاعة يقبل عليها برغبة. شلون يعني؟ يعني أولا الثواب، الثواب في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن اللي يصبر على المصيبة، البارحة قلنا له 300 درجة، كل درجة بين السماء والأرض، الليلة نقول ثواب اللي يصبر على الصلاة والصوم على الطاعات إلى 600 درجة، يعني ضربوها في اثنين، بس مو من السماء إلى الأرض، من تخوم الأرض إلى العرش، هاي صبر على الطاعة. واحد يقول صبر على الطاعة أفضل من الصبر على المصيبة؟ طبعا. ليش؟ طبعا، لأن إذا تصبر على الطاعة تصبر على المصيبة. كيف؟ الله وش يقول في القرآن؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اصبروا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. شلون استعين بالصلاة؟ ما شفت النبي صلى الله عليه وآله يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، كيف ترتاح بالصلاة يعني؟ الآن النبي بلي بمهم الرجال ومرضة أهل الكتاب وابتلاءه، ما أوذي نبي كما أوذي، إذا يجي وقف بين يدي الله يناجي الجميل وهو الله، ينادي القوي الذي لا يقهر، ينادي العزيز الذي عزة رسول الله من عزة الله، ينادي كل معاني الخير وكل أسباب الرحمة هو الله تبارك وتعالى، فيأنس ويلتد ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. حبيبي تبي تجرب أنت ليلة قدر ما بكيت، ما تفاعلت مع العبادة، أو في عرفة ما بكيت، ما شعرت بلذة وأنك قادر على تحمل كل شيء بعد العلاقة مع الله. إذا واحد أنس بالله كل المصائب تهون، هون ما نزل بي أنه من تذكر الله تهون المصيبة. ليش؟ طمأنينة، طمأنينة إذا تعرف الله، إذا تعرف أنه المدد، أنه القوة التي لا تقهر، وأنه عزة، وأنه لو ابتلى كشف البلاء بما هو خير، وأنه يعوضك. كل هالمعاني تخلي الواحد إذا جاي يصلي خلاص ينسى، يلتد وينسى. أسا يقولون الإمام علي إذا يصلي في جراح في بقايا سلاح يأخذونها في الصلاة، وحيقول شنو هالغلو صوبة ما يشعر، ناس يخاصمون التشيع، كل شيء لأهل البيت شككون فيه، يقول لك شنو وحيصلي وشيرون سلاح جرحوش قدام ما يشعر، أي حكي. يقول لهم قرأتون القرآن؟ قالوا إيه قرأنا القرآن. قرأتون أن النساء شافوا نبي اسمه يوسف وجمال الله، مو جمال يوسف، الله أجمل، ها؟ جمال يوسف طالعوه النساء وقاموا يقصصون أياديهم ولا شعروا؟ شعروا؟ لا شعروا. تقبلون أن واحد ينظر إلى جمال إنسان عادي، يعني جماله متميز بس مو خالق، ويقطع يده، مو واحد ولا اثنين، مجموعة من النساء، ولا يشعر وهذا ما عندكم عادي؟ وإذا قلنا علي في صلاته ببصيرته يرى جمال ربه، تقولون هاي شيء كبير وهذا غلو؟ ما غلو. من يجون يصلون يأنسون بالصلاة، لا يعرف، حتى أهل بيت النبي يقولون إذا أذن كأن رسول الله لا يعرف أحدا، خلاص قلبه متعلق بربه. والنبي رب أصحابه على الصلاة، كانوا يقولون وفيما يروى كنا في الجاهلية رعاة إبل، فلما جاء الإسلام صرنا رعاة شمس، نشوف شعاع الفجر طلع نصلي، زالت الشمس نصلي الظهر، غربت الشمس نصلي المغرب، نراقب متى وقت الصلاة. فالإنسان يصبر على الابتلاءات إذا عنده مدد من الله، إذا عنده علاقة مع الله، إذا عنده صلاة. الله أوجب على النبي صلاة الليل لأنها تعطيه مدد أمام الوظيفة الصعبة التي ألقيت على عاتقه صلى الله عليه وآله. فإذا ننظر لخيرات العبادة تهون المشقة، مثل ما قلنا البارحة، إذا راتبك 3000 دينار مستعد تروح زامين صبح وعصر، من يقول 3000 دينار؟ تنسى أن هذا ما أخذ يومك، تقول لا راتب مجزي خليني أرتاح. فمن ينظر لخيرات العبادة؟ وإيش خيرات العبادة؟ واحد، أولا أن العبادة ذكر لله، يقول تعالى أقم الصلاة لذكري، والذكر طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف الغرب اليوم عنده مرض يسمونه الكآبة، منتشر بقوة وسبب الانتحار،
وحتى المسلمين صار فيهم كآبة لأن صلاة ما يقبلون فيها ولا يدوش يقول. لكن اللي عنده علاقة يا الله ماكو طريق للكآبة أن تصل إلى قلبه، عايش الطمأنينة ما عنده كآبة. الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ألم في الدنيا. أما اللي عنده ذكر الله تطمئن قلبه، يطمئن.